ما رأي فضيلتكم بالجري بخشبة الميت كما سماها والدوران بها عند المقامات مع أن هذه العادة منتشرة في بعض المناطق؟ هذه عادة جاهلية، والدوران للجنازة عند المقامات باعتقاد أن هؤلاء الموتى ينفعونه وأنهم يشفعون له، هذا شرك بالله عز وجل، لأن طلب الحاجات من الموتى، طلب النفع منهم والشفاعة منهم للأحياء أو للأموات، هذا شرك بالله عز وجل، لأن الأموات لا يطلب منهم شيء، لأنهم لا يقدرون على شيء، ماتوا وانتهوا ولا يقدرون على شيء، بخلاف الحي الحاضر فإنه يجوز أن تطلب منه ما يقدر عليه، أما ما لا يقدر عليه وما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يطلب من الأحياء ولا من الأموات، ولكن الأموات أولى بالعجز من قطاعهم عن هذه الدنيا. الطواف بالجنازة على أضرحة الأموات رجاء أنهم ينفعونه هذا شرك بالله عز وجل، لأنه طلب للنفع من الأموات وهم لا يقدرون على ذلك، واعتقاد بالأموات أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل، وهذا شرك أكبر يخرج من الملة. الواجب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، وأن يعمل بجنازة المسلم ما شرعه الله ورسوله من التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدعاء له، ثم الذهاب به إلى قبره ودفنه فيه على السنة، وأما ما عدا ذلك فإنه إما بدعة وإما شرك، ويجب التوبة إلى الله وترك هذا العمل والتحذير منه. وهذه الأضرحة وهذه القبور يجب أن يعلم أنها لا تنفع ولا تضر، وأن التعلق بها شرك بالله عز وجل، أسأل الله العافية. وإن كانت بلية الافتتان بالقبور قد انتشرت في كثير من بلاد العالم الإسلامي نتيجة للجهل وعدم قيام العلماء بما أوجب الله عليهم من الدعوة إلى الله والتحذير من الشرك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة بالإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.